السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تلت الجيمرز. نكمل معكم الديمو فان فانتسي 16. طبعا هذا آخر مقطع للديمو، نجرب فيه التحدي الأيقوني ونشوف كيف المعارك معانا. في معركة فنجرب نشوف، لأن أنا زعلان على المعارك لحد الآن. القصة ممتازة، القصة جدا يعني، قصة اشتريت أنا مرة اشتريت القصة، زي ما قلت اشتريت خلاص، لكن الجيم بلاي ما شفت شيء. كير نورفنت ممكن تقدمنا كثير، وبالذات التعامل مع أصحابك. ما أدري هل في نظام التعامل مع الأصحاب؟ رياح معاك إيش في شيء جديد؟ يقول اضغط على L2 تنقل بين مجموعات ليكون متناغم مع حاليا في الوقت. أوكي، فترة تهدئة القدرات معروفة دي يعني. تغير اللمبة، هذه حقت لمبة أخوه. التو تغير بين، اوكي يعني عندك الفينكس، عندك الاحتضان المميت. شو الحركة المميت؟ شو هذا؟ تمسك العدو من بعيد. عندك الصد، هذا حق التيتاني يعني تقتل تايتن. احرقوا علينا. طب يلا، واضح انت اذا قتلته تاخذ اللي هو الروح حقته. اللي انحرقت عليه شو يصلح له عاد، هو هذا الدمو. لكن بالنسبة لي ما يهمني القصة يعني، قصة استمتع فيها، ما يهمني انحرقت علي، اهم شيء الجيم بلاي. انا في الالعاب احب الجيم بلاي. ليش بقدر يمشي على المال؟ اوكي هذا يتصد. اوكي يا اخوي، طيب يعني ايش كل شوية؟ اهم شيء اصحابي كيف تتعامل معاهم، لانه مو معقوله معاك زي كذا حتى ما يمتون. اقل شيء يمتون تساعدهم، اقل شيء يعني، هذا اضعف الايمان. يمتون تعطيهم جرعات، تعطيهم لا تساعدهم، اما كذا بس معاك كذا بس يضربون حتى ضرب يا ابوي. خلاص افتح البوابه. تمام، لقيت شغله. ايوه اهم شيء الكلب يدخل. الحين بعطيني مقطع سينمائي عشان ادخل مع بوابة يعني، معليش يا اخي. يعني انا احب فان فانتسي ترى، انا لما تشوفني اتكلم عن فانتسي كذا انا رجل اعشق فان فانتسي يعني، انا تربيت مع فان فانتسي، لعبت ايام كنت انت ما ادري فين كنت انت. لكن في اشياء لازم يعني، معليش يعني. وش صار؟ وش ال دقيقة؟ هذه الضربة، هاي ضربة يعني اوكي. طب لو اغير تعبى نفس الشيء ولا؟ هذه الضربة اللي هي ذي، واغير من ده فيه ال 3 ار 3، وهذا رهيب ذا، رهيب ذا والله علم. اوكي طيب، اوكي حلو. ال 3 ار 3 مع بعض شو اسوي؟ في فوق حاجة. اوكي ولع نار. اوكي خلاص وقفنا. اوكي في كومبوات يعني جيدة يعني. برضه اصحابك لسه ما تتحكم فيهم. طيب يعني اصحابك ما لهم داعي، حتى الكلب ما له داعي. هناك في حاجة نبدأ انها من هنا ناخذ جرعة شافية. اوكي اهتموا، اتوقع سينمائيا اهتموا فيه سينمائيا اكثر. طب انت داخل مكانهم، اتوقع الله يعلمك داخل القلعة حقتهم، شي طبيعي يكونون بكل مكان. اي رهيب هذي. ايوه يجلد 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 يجلد. اسحب هذا، خذ ايش ذا، ايش طلع في الارض؟ ما انتبهت لدي. هذا جد المقبلون، خلو يجي كله يجي، كله مرحب فيه. راوغ صح ذا، نسيت هذا شي هناك ذا. اجلس
الكلب يتشقلب عجيب. طش اللودي. تعال هنا. ايش بزعلان ذا اللي معاي؟ شوف. يلا نخش هنا. ايوه. جلد حيوان. دقيقة، ايش على هنا؟ شو جديد؟ احنا ما دخلنا صح. عندك هنا الايقونات اقدر اغيرهم، هذا مربع مثلث، مربع مثلث، مربع مثلث، تايتل، مدري مين. لا 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 لا. عناصر. جرعة منشط قلب الاسد، ايش يسوي ذا؟ يمنع قياس كسر الحدود. طيب اوكي، الليمت، هذا الليمت بريك، معروف الليمت بريك. السيف ما تغير، السيف النذل وسيف طويل. طب هذا اقوى، ايش استخدم هذا؟ عندك دقيقة هنا، هذا اقوى، ليش استخدم هذا؟ ليش استخدم هذا الاقوى؟ هنا هذه بلدات، نوع من البلدات، قدرات. كل ايكون معاه قدرة. يلا هذه بعدين، دي بعدين خليها وقت نزلت اللعبة نمخمخ عليها. مزبوط. طيب وش عندنا هنا؟ ايوه جاء. تعال هنا، فين رايح؟ فين رايح يا ابوي؟ ما لا نسيت. ايوه ما تروح يا باب، ما تروح. خد لك واحدة، خد لك كمان واحدة. احا عورت الولد. هذي ايوه. يلا اجلد 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 يا ابوي، اجلد يا ابوي. بسرعة الليمت، خلي الليمت. كم دمج اعطيناه؟ اعطينا كم؟ 900. 9000. 4000 بس. خد لا اخي، ليش مراوغ؟ هذه مراوغ. قلت لكم مراوغ لما ار 1 ما في اخي اسمه ار 1. بس الايكونز حلوه يعني، غيرنا الكومبوات شوي حلوه يعني. اجلده بس يا واحد، اجلده. مات يا اخي، ما كومبوات، ما ادري كيف، ما والله لسه ما تحمست مع كومبوات صدقوني. اوكي شوف ايش فيه. ايوه في صندوق. طيب نجينا وقع زعيم بقبلنا في الاخير البنت. افتح الباب هذا. يلا ارتو. ايش فيه؟ هذه من قلعتنا دي الاولى. رجع لها. هذا صوته غريب، شكله مدخن. Little late for prayer, isn't it? Do I seem so desperate as to grovel at the feet of a false god? I was waiting for you. Not for too long. شكله بريء. All this for wanted to be free. رهيب الحوارات، ما قد ابغى اصلح سكيب، ماني قادر والله، ماني قادر اصلح سكيب يا اخي. حوارات رهيبه يا اخي، فيه ابداع قصصي، فيه ابداع قصصي يعني. هذه يمكن تاخذ جائزه افضل قصه، افضل سرد قصصي، ما ادري في شيء زي موجود في العاب. جدا جدا جد رهيب يا اخي، حتى لكن اول كل على بعض رهيب، بالذات مع الترجمه. خلاص اشتريت. شخصيات جدا تحمست معها بصراحة، كل شخصية تحمست معها لوحدها. If you would stand between our leash and his dream, then you leave me no choice. Goodbye, Sidolphus. عصبات أيوه. إلا الحريم ما يعصبون. ليه؟ أظن معاه أودن، أودن حق البرق.
بس هذه ماني عارف ايش معها هي. طب ليش بنلعب حنا؟ طب بوكس هم حبايب ترى، واضح ان كانت بينهم علاقة اخوية، فيعني الان شو اسمه ايوه جاك يا جاك، شغل تصفية حسابات ما لنا شغل. خلاص مشينا، يلا شيل كلبك وروح. بس ايه هذا اللي هايط، اخذ لك اي finish them. ما عنده عصافير، يلا خش على كلبي العزيز. ايش 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 هذا كلبي على طول؟ هذه تعبى، شوف هذه تعبى، ده اللي هو شو اسمه، تعال انزل ما يمديك. قلت او اوكي ما يمديك يا حبيبي. اوكي تعاون. شوف 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 ارون على طول، ارون عرفت بيطلع لك ارون. مربع قطع جناحه. طيب يلا كسرهم. لو اني ما استخدمته خش عليه. سوحت لي كومبو غريب، مثل واحد على الاقل. خذ هلنا خش كذا، يلا اقتله، نقتل واحد بس، ما ابغى اركز على هذا. فين الثاني؟ فين الثاني؟ ركز على الثاني بس، خلنا نقتل واحد بعدين امورنا. ارون خذ الجرعه. اوكي الجرعه تاخذها كذا. مات؟ لحظة واحد مات، لا ما مات، خلنا نركز على ذا. اوكي مات كويس، خلاص الحينه الحين افضالك انا ابن الذين، افضالك هذا، لان هذا شكله واضح انه خطير، يطلق اشياء. خش عليه. يا اخوي ايوه والله هو يروغ يعني يطلع لي ذي. انا ابغى ما ابغى استخدم عليه شيء الين اكسره. يلا ايوه اعطي بوكس حامض، ايوه اعطي كذا. هذه 10000 صلحت له دمج. والله عورته خلاص قتلناه. طيح بس. تم قتل سوبارنا وتشيرادا، وماذا في ذلك؟ في حاجة جديدة أصفر، فلوس أظن فلوس. هذا مستوى 13، يعني ما راح نبعد عن عين غائمة ناب حاد. أتوقع حقة صناعة تصنع لك حاجة ممكن. يلا وش عندنا؟ خل نروح الآنسة وراها. لا والله راح خويه. وش شباب يا خويه؟ يلا هذا جاك واحد قوي. فين؟ ايوه ايوه خليه بالاحمر. هذا جانا ذا بلاشنا ذا يا اخي، يدي والله طاح. ايش هذا؟ والله ما سويت له شيء. شوف اجلد 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 لا ترحم، اجلد لا ترحم، اجلد لا ترحم.
اجلد. ايوه وين إيه هو هذا يختفي، هذا مسوي علينا شو اسمه نينجا. الاصفر وينه؟ الاصفر كذا فكه في الاحمر. ما تروح يا حبيبي اقتلك الان. مات؟ قتلناه. طيب نجي هنا. اعطونا مهمة كاملة. وينه؟ شوفوا تموت شوفوا نزوم انت باتل. شو المشكلة؟ يا اخوي هذا كل زاوية طالعين لي ذوي. خلاص انت وياه. اجلده. حبيت يعني ممكن يعني ما اشتريت بس حبيت. ليش تعب ازرق هذا؟ طيب توقع هي اوكي هي فوق في السطح. ايوه يلا وصلنا لها. خبرينا المعركة هذه، شفنا عليها التريلر. هذه بندكيتا. طيب يلا نقتلها. شفت المقطع السينمائي، تبغون تشوفون على كيفكم. دلعك انا، ها انا اوريك بنت بنت مدري مين اسمه ابوك انت. خلص عليها هي هذه. خلص لا روح جيبها. كيف الحركة دي؟ اها حلوة دي. طيب تعالي هنا. طيب خليني ألعن والدي. تعال أبا دقيقة. هي توقع تتحول، توقع أصبر على وشك إني أكسرها. خلني دقيقة. أوه رهيبة دي. أوه لا لا رهيبة رهيبة رهيبة. حبيت حبيت. داع وين هي؟ ايوه كسرناها. الان تحول زي كذا وجلد. خلي الاحمر كذا وجلد. شوف كيف وجلد هذا احمر نار، وجلد الاخضر. ايوه قتلناها خلاص ماتت. اوكي لا ماتت. ايوه عصبت. تحول الآن إلى وحش كاسر. أيوة الحين هي تطير. هذا كيف انجي هذي؟ والله طيران شو اسمه؟ ترى الناس؟ عطى مربع. والله دي كسرت البيت. طيب فزع الكلب اخيرا، منك فايدة. يلا مات الكلب. ايش هذا بس ان... يلا هاي جايك 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 يا اختي. الحركة دي شفناها قبل كذا. بس هذا اللي عندك. تعال هنا. تعال طيب انزلي انتي. انزلي انتي ونتفاهم حنا ان شاء الله. نتفاهم حنا نتفاهم على كل شيء. بس انت انزلي الان. خليك على الاخضر هذا عشان الاخضر هذا الحركة دي رهيبة مرة رهيبة. حركة الداي حقت الاخضر. هذه حقت حبيبة. هذا بس كذا بس. حتى هذا والله رهيب. هذا ما يروح لابس مرة. وين؟ يا اخوي تعالي طيب. تعالي طيب. كيف ارميها؟ ارميها اوكي ارميها صح. هذه ارمي مثلث صح.
ايوه بدري عليك بدري عليك، بس خلينا نكسرها الان وتكيله وتكيله. شفت كيف؟ اعطيه واحده كذا وغير على الاصفر، وعلق على الاصفر احمر، وعلق على الاصفر احمر. الدمج الدمج كيف؟ الدمج كيف؟ كيف الدمج؟ دمرت امه. طيب ايش فيه؟ يطلع لك ارون وتراوغ، يطلع لك مربع تكسرها. انهيار صخري. ايوه بس يا بنتي كسرت يا كسرت يا البيت يا في ناس ما لقت تسكن. انت ايش فيك؟ حول عليها اول رن على طول. يلا اضربها كذا واضربها كذا واضربها كذا واضربها كذا، وعلق على هذا وعلق على هذا. ايوه هو ده. تعذبت البنت. عنده ايش نضغط الان؟ ار1 ولا مربع؟ شكلي فازت، اظن هي اللي فازت. نجي هذاك شايب يفزع. الكلب كويس، كبر الكلب ولا هو من اول حجمه كذا؟ ربع بس يكسرها اللي جالسه تدمجها. رابع كمان. الكلب من جهه وهذا من العبه في البنت. لعبته في البنت خلاص. تبكي في الاخير، هي في الاخير تبكي. ايوه اضرب هذا اضرب زي كذا، حول على الاخضر وحول على هذا وحول على الاحمر، هذا الاصفر، وعلق على هذا وهب. ما في شغل هبد. طيب التوفيق لك. مش سويت سويت شيء حلو يا ولد. عم تشيل عندي وش؟ دقيقه تعالي جايك انا تعالي هنا جايك انا ادور عليك. يلا قتلناه قتلناه خلاص خلاص. ماتت ماتت يا جماعة الخير، ابشركم ماتت. ما خلاص ماتت بقي لا صارت ماتت خلاص يا ابوي. ها ماتت ماتت خلاص. ايوه هزمت بني دكتا. والله مع فلوس كثير، 2200 مع فلوس. طيب يلا طيب بعدين هزمناك شو تسوي؟ We've played your games. Now tell me where he is. Who? What are you? سحب من الطاقة. ولا ما يدري هو. بس
علقونا يعني. لا خلاص بري اوردر الحين يا راجل. اوكي ممتاز. طيب هذه لعبة فان فانتسي، اتوقع ما في شيء، ما في شيء، خلاص احنا كذا خلصنا من اللعبة. الديمو بصراحة رهيب، الديمو رهيب بصراحة، لكن باختصار الكومبوات سيئة، الكومبوات جدا 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 سيئة بصراحة. ما المعارك، المعارك الجيم بلاي ما عجبني، الجيم بلاي ما عجبني ترى. هذا الجيم بلاي حق الديمو ترى، انت لما في العالم المفتوح ماني شايف، ممكن انا غلطان، اتمنى اني غلطان، لكن احنا تعودنا في فاينل فانتسي بشكل خاص تعودنا على نظام البارتي، نظام البارتي اللي هو اصحاب عندهم شخصيات، كل شخصية لها اسلوب القتال خاص فيه، تدمج بينهم تشتغل عليهم، يعني ناس يقتلون مع بعض زي فاينل فانتسي الريميك، فاينل فانتسي 7 الريميك، زي لعبة تيلز اوف ارايز اللي نزلت قبل فترة. يعني هذا هو النظام اللي نبغاه، لكن اللعبة تحولت من الجي ار بي جي اللي هو الار بي جي الياباني الى الار بي جي الامريكي البحت اللي هو الاكشن ار بي جي زي ذا ويتشر، تمام. لكن برضو الكومبوات مزعجة، مزعجة نوعا ما يعني، لكن ما ادري بشكل عام النظام هذا توقع في العالم مفتوح ما ينفع، بالذات ان الاعداء يا رجل الزعماء تطول عندهم، يا رجل الزعماء تطول عندهم، وكل شيء مربع 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 مربع، ترى خلاص يا راجل جاني تشنج من ما من كثر ما ضغط مربع. لا لا لا، ما اشتريت مره، ما اشتريت مره الجيم بلاي، الجيم بلاي اذا كان بالشكل هذا للاسف سيء سيء جدا. لعبه هاكن سلاش صارت يعني، ما صارت لعبه فان فانتسي، لكن ما مشكله، ممكن تنزل لعبه واكون غلطان، ممكن استمتع فيها ما ندري. عموما في الختام لا تنسوا اللايك في القناه وتدفع المقطع اصحابك، خلوا يستمتعون فيه، تعرفون على ديمو فانتسي 16، حياكم على سبسكرايب، تدفع عليكم موقع تلكم العاب العباد تخصص الثلاثين، والسلام عليكم ورحمه الله.